بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعينا مستمعينا أينما كنتم في كل مكان عبر شاشة أون تايم سبورتس، الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، النسخة رقم 62 في الدوري الأعرق والدوري الأقدم في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، ولقاء مرتقب سيجمع ما بين الزمالك ووادي دجلة. بلغة أصحاب الأرض، ما بين وادي دجلة والزمالك في مواجهة مرتقبة، هي مواجهة ما بين صاحب القمة وما بين متذيل الدوري، لأن نادي وادي دجلة في مباراة اليوم بتصريحات الأمس يرفض أن يبقى في القاع طويلا ويجتهد ويحاول. النهاردة مباراة مهمة ومباراة مرتقبة، دائما وأبدا ما تعودنا مواجهات الزمالك ووادي دجلة بأنها مواجهة بالاستمتاع لكرة القدم الحقيقية. وادي دجلة النهاردة بقيادة التشيلي ماوريو سالس بيلعب بتشكيلة مكونة من أوسة حارس مرمى، أربعة مدافعين قدامه، من اليمين أحمد مجدي، من الشمال إسحاق يعقوبو، مع قلبي دفاع إبراهيم ريعو ومحمود مرعي. وسط الملعب بيلعب أحمد سعيد ومحمد هلال ورضا جورجينيو ورودني أنتوي مع صلاح أمين مهاجم في مباراة النهاردة. الجانب الآخر الزمالك بقيادة السيد جايمي باتشيكو بيلعب بجنش حارس مرمى، المثلوثي وفتوح مع محمود علاء وعبد الغني، طارق والفرجاني، إمام أوباما، أشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد هو سيف الدين الجزيري. محمد عادل هو حكم الساحة، حكمنا الدولي، مساعد أول شريف عبد الله، مساعد ثاني عمر فتحي، الحكم الرابع هو الكابتن محمد عبد الحافظ، بينما على الفار سيد شعبان وسعيد حمزة. لمسة مرة ثانية، انطلاقة أمامية عند رودني أنتوي مع الكورة، بيحاول يعدي ولكن فتوح من قدامه يقطعها، تنزل في وسط الملعب، يا سلام على المرور وأدي الضغط المرة دي، ومحاولة عن طريق رضا يحطها في اليمين، ومحاولة عند جورجينيو لاعب غينيا بيساو ولكن تتقطع من قدامه. لإسحاق يعقوبو البحث كده عن اللي قدامه محمد هلال أو عن طريق رضا، ثلاثي اللي بيلعبوا في وسط الملعب، لكن هنا ضغط موجود مرة تانية، والضغط يا ولد بن شرقي راح انفراد، انفراد يا أشرف يا أشرف، ولكن عبد المنصف يتصدى، لسه مرة تانية لأشرف، عدى وسع، لعبها لسيف اللي يسدد، ولكن في أقدام دفاع وادي دجلة سهلة عند أوسة. أشرف بن شرقي، ماذا أضعت يا أشرف؟ ماذا أضعت يا أشرف؟ ضغط وعمل الضغط واستخلص الكرة، راح انفراد المرة دي مع أوسة، كان ممكن يمررها ولكن فضل يسدد. عبد المنصف وحكاية تألق دائما وأبدا أمام كل الفرق إلى تسديد المرة دي من سيف، يلمس واحدة في أقصى الطرف الأيمن، حكم المباراة بيقول في الملعب. أشرف مع الكرة، عدى كويس، عدى كويس، لعب بينية ولكن ما سيطرش عليها سيف. جورجينيو مع الكرة، جورجينيو يلعب وان تو جميلة، يا سلام، خطيرة 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 العرضية، ولكن محمود علاء يطلع إلى رضا اللي يلف العرضية، وفرصة حلوة، فرصة حلوة بتضيع من وادي دجلة ولكنها بتعلى عن العرضة، كان هيبصم عليها صلاح أمين، ولكن الكرة عليت عن العرضة إلى خارج الملعب. أدي العرضية وبرافو محمود علاء اللي طلعها، لكن هنا شوف رضا، شوف تحرك فرويد، تحرك مهاجم صحيح من جانب صلاح امين في اللقطه الماضيه. لفرجاني من جديد مع الكره، ولكن برافو بقى، الضغط اتقطعت من جانب رضا، مع الكره رضا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وصلت لهلال مره ثانيه من جديد، بينيه ولكن برافو اراه فتوح لسعيد، يعلي واحده حلوه حلوه الى رودني، ممكن ممكن، ولكن الله الله، حمزه المثلوثي بينقذ مرمى الزمالك من فرصه محققه لوادي دجله. ركنيه من نصيب وادي دجله و20 دقيقه، وادي الركنيه العاليه والمحاوله وراسيه، ادوله ماتشين ثلاثه كده ما شاء الله، هنشوف ظهير ايمن ممتاز، يا سلام، لكن طولت، يحطها على حدود منطقه الجزاء الى فرجاني، عاليه المره دي حلوه لاوباما، اوباما استلم، يا ولد يا ولد يا ولد، والمحاولة مرة تانية في وسط الملعب، يا سلام، سيف وسع لنفسه، عايز يشوط، قدامه فرصة يشوط، سيف وسع لنفسه، سيف وقف على الكورة، سيف جاله على يمينه حمزة عايز يحطها له، ولكن إسحاق يعقوب رجع، رجع سيف، مرر الكورة عند فرجاني، وقف على الكورة فتوح، سلم الكورة إلى فرجاني، حلوة قوي لأشرف مع الكورة، بن شرقي عدى، بن شرقي عدى، عرضية ولكن ما حدش مكمل خالص. طارق اللي يلعب الكرة عند عبد الله جمعة اللي بيعلي واحدة جوه المنطقة حلوة لأشرف، بن شرقي استلم، بن شرقي استلم، بن شرقي، بن شرقي عدى، بن شرقي وقف على الكرة ولكن زودها من قدامه وقطعها المرة دي على طول اللي راجع مساند جورجينيو. وهلال هو اللي واقف على تنفيذ الضربة الحرة، هيلعبها ازاي هلال؟
عايز يسقطها جوه منطقة الجزاء وترقب وهلال يلعب الكرة العالية، ولكن جنش يطلع المرة دي برجله ومعاها صافرة انتهاء شوط اللقاء الأول. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان، شوط أول 0-0 ما بين وادي دجلة والزمالك هنا في أرضية الملعب في استاد الأهلي والسلام. شوط أول انقضى على أمل إثارة ومتعة في أحداث شوط اللقاء الثاني. تقبلوا تحياتي بلال أحمد علام. كابتن أيمن قال لك بتوصل وما بتسجلش وبتضيع، وكابتن حازم قال لك في النهاية محدش هيفتكر لك إلا أن أنت جبت جول ولا شكل الجول، ولكن شوط اللقاء الثاني هنا بيبدأ بصفارة من حكمنا الدولي الكابتن محمد عادل، ومعاهم جورجيني ومهاجم وحيد هو صلاح أمين. هنا المرة دي المرتدة والانفراد ولا إيه؟ هيحاول خد سيف، هي الكرة لأوباما يا ولد، حلوة من يوسف أوباما ولكنها بتعلى عن العرضة. يعني يمكن هو كان بدأ باتشيكو بإمام عاشور في الناحية اليمنى ولم يقدم المردود المطلوب منه، فأشرك بدلا منه عبد الله جمعة. حتى هي غلط 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 وسقوط جوه المنطقة، ولكن طلعها المرة دي دفاع الزمالك لخارج أرضية الملعب. شوف هنا يعني قلشت من حمزة المثلوثي، وبعد كده رودني أنتوي في مواجهة جنش والإبعاد اللي كان حاضر من أحمد فتوح. الضغط متواصل من الزمالك عند عبد الله جمعة، يحطها حلوة في اليمين إلى حمزة، يلف العرضية الحلوة، تفويتها أحلى، المرة دي لمسة بكعب القدم يا راجل. اتلعبت عالية، الكرة الرأسية جوه المنطقة والمحاولة من سيف الدين الجزيري. مصدر في منتصف الملعب عند صلاح أمين ولكن يقطعها فرجاني. فرجاني قطع لطارق حامد، بينية حلوة، سيف 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 يسدد، حلوة سيف، بيسلم الكرة أمامية، محاولة من فرجاني يلعبها حلوة بوجه القدم إلى أوباما، أوباما يحط الكرة إلى أشرف، مع الكرة من الناحية اليسرى، عرضية عالية ومحمود علاء بيحاول لأشرف بن شرقي اللي بيستلمه قدامه ريعه، مع الكرة أشرف يلعب بعرض الملعب لأوباما، يهيئ الكرة لأشرف اللي بيسدد، ولكن عبد المنصف يواصل التألق وإلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الزمالك. اتلعبت قصيره من عبد الله جمعه لاوباما لعبد الله جمعه، وسع لنفسه المساحه، وسع لنفسه المساحه، لف العرضيه العاليه والراسيه جوه المنطقه، وعبد المنصف، عبد المنصف هو الوحش في مباراه النهارده. المثلوثي يهيئ على حدود منطقه الجزاء لطارق حامد، يلعب واحده عاليه ويلحق براسه، والمره دي بقى ايه؟ المره دي بقى ايه؟ المره دي الحظ يعاند الزمالك، وضربه حره غير مباشره، مش مكتوبه لك يا اشرف، مش مكتوبه لك يا اشرف، والمره دي القائم يتعاطف مع عبد المنصف، القائم يتعاطف مع عبد المنصف بتحرك روعه من اشرف بن شرقي، اهو طارق حامد الجزيري لمسها براسه، وهنا اشرف بن شرقي، لكن شوف القائم ده لمسها عبد المنصف، لمسها عبد المنصف وانقذها عبد المنصف، ولكن القائم لا يريد الزمالك الان يا بن شرقي، القائم مش عايز الزمالك دلوقتي يا بن شرقي. سريعة لصلاح أمين، حلوة إلى رودني أنتوي، مع الكرة رودني أنتوي عايز يراوغ، رودني أنتوي راوغ وعدى عدى عدى عدى، بمر بعرض الملعب يعقوبه، يلعب البينية الحلوة لسعيد، خطيرة لوادي دجلة ومحاولة يعقوبه، هيعمل فيها إيه يا ولد؟ في الشمال لحسام عرفات، يا سلام يا سلام يا سلام على الكرة، وهيئ له كرة أوباما لفرجاني ساسي، حلوة من اليمين إلى المثلوثي، عرضية لكن ترد لفرجاني ساسي وإلى خارج أرضية الملعب. أعصابه، وأدي واحدة قصيرة لفتوح، استلم الكرة فتوح، لف العرضية والرأسية، وعبد المنصف يطلعها، عبد المنصف ينقذ فرصة محققة دلوقتي. محمد عادل هيروح للفار، يبدو إن الكرة يعني بقرار من الحكم الفار الكابتن سيد شعبان، هيقول إيه؟ كرة هيتلعبت، نشوف الفار بقى هيقول إيه. معانا طبعا كابتن سمير محمود عثمان في الاستوديو التحليلي. هيقول ايه؟ منتظر قرار من الفار، وبعد الفار بيقول ركله جزاء للزمالك. محمد عادل بيقول ركله جزاء للزمالك، وهنا انذار على حسام عرفات، بيقول ركله جزاء للزمالك وانذار على حسام عرفات وركله جزاء. عبد الله جمعه في مواجهه عبد المنصف، وعبد الله وعبد المنصف، منصف وعبد الله، وعبد المنصف، عبد المنصف، عبد المنصف.
المنصف هو البطل، عبد المنصف بطلا للنهاية يا وادي دجلة، بطلا للنهاية يا وادي دجلة. وعبد المنصف باس الكورة، عبد المنصف بارك الكورة قبل ما يشوطها عبد الله جمعة اللي بيسدد ركلة الجزاء. لمروان حمدي لأوباما، ضغط من وسط الملعب، خد الكورة خدمته، لعبها في أقصى الطرف الأيسر، فرصة خطيرة للزمالك، فرصة خطيرة للزمالك، وعبد الله جمعة يسدد. فرجاني استلم الكورة حطها جميلة لفتوح، لعب عرضية عرضية، ولكن دفاع وادي دجلة وهي صافرة النهاية. تعادل سلبي ما بين وادي دجلة والزمالك، 0-0 ما بين الفريقين هنا في أرضية استاد الأهلي والسلام. نقطة غالية لنادي وادي دجلة عشان يصبح رصيده في 8 نقاط، لا زال في المركز الأخير، ولا زال الزمالك على الصدارة ب30 نقطة. هارد لك لكلا الفريقين، هارد لك لنادي الزمالك ونادي وادي دجلة. حاول في مباراة اليوم أن يعني يحجم الزمالك، وبالفعل الزمالك لم يسجل وأعطى وادي دجلة ما يبحث عنه من بداية المباراة.